واحد من المدربين الكبار اللي دايما بحب اتكلم معاه على المستوى الفني والمستوى الشخصي، واحد من الناس اللي ليهم خبرة كبيرة في التعامل مع كل الوسط بالكامل تقريبا. فمهم ان انا اتكلم معاه في نقطتين مهمين. الاول ارحب بيه، النجم الكبير، المدرب الكبير، المدير الفني القدير، كابتن حلمي طولاني. كابتن حلمي برحب بحضرتك. يا اهلا وسهلا كريم، بس ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله كويس. طب الحمد لله. كابتن حلمي، الاول اسال حضرتك على كابتن ايهاب جلال. من خلال تعاملاتك معاه، اتعاملت معاه كتير، واجهته كتير، اتقابلته كتير، فاحب اسمع كلام كابتن حلمي طولان عن كابتن ايهاب جلال. لا طبعا، ايهاب مدرب من المدربين الكبار جدا اللي اتعاملت معاه في دورات تدريبيه وعلى المستوى الشخصي، أمس الخلق وعلى مستوى عالي من الفكر والعلم، ومدرب يعني واحد من المدربين الكبار في الكرة المصرية الحقيقة يعني. وأنا عن قناعة كبيرة جدا، كنت يمكن المدافع الأول عنه سواء في نادي الزمالك، سواء في المنتخب، سواء في برنامج أكون موجود فيه وحد يهاجمه كنت بدافع باستماتة، لأن أنا لا أقبل أبدا أن أكون في برنامج وزميلي يهاجم أو يبقى فيه نقد جارح لي. فأنا كنت، وحصل قبل كده برنامج من البرامج، فكنت حاد جدا في الدفاع عن إيهاب جلال، وهو يعلم ذلك وأهله يعلموا ذلك، أخواته والأهل يعلموا مدى حبي ومدى احترامي لهذا الشخص ربنا يرحمه، وعن قناعة مش أي كلام. حتى بعد ما تعين الجهاز الفني طبعا كنت حزين جدا على أسلوب إقالته من المنتخب، والحقيقة يعني كنت عنيف جدا في نقدي للي سببه في هذه الإقالة. صح. وكمان لما تعين الجهاز اللي موجود حاليا ولقيت مساندة جبارة من كل البشر، قلت الله كان فين المساندة دي يا اما ايهاب جلال ويا اما حسام البدري. كان فين الكلام ده؟ ولا هم دول مش مصريين؟ انا عايز افهم، فهمونا يعني. الله، كان فين المساندة دي؟ اشمعنى يعني؟ فلا يعني ايهاب من الناس القريبين جدا ليا وقريبين جدا لقلبي، ولا دمس الخلق على مستوى رفيع من الاخلاق. الحقيقه يعني كان صدمه كبيره جدا جدا ليا هذا الخبر، وطبعا ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب. يا رب يا رب. طيب كابتن حلمي، يعني اخد حضرتك لجزئيه تانية برضو. من خلال الخبره ومن خلال التعامل مع الاتحادات سواء الحالي او السابقه، انما شايف شكل الدوري الموسم اللي جاي هيبقى رايح فين؟ هل في بالونة اختبار اترمت انه يا جماعة هنغير الدوري، فلما لقوا اعتراضات فرجعوا في كلامهم، ولا هم ما عندهمش تصور اصلا، ولا الموضوع ماشي ازاي؟ لا طبعا، هو عشان تبقى عارف حضرتك ان السبب المباشر في اللي احنا فيه بقالنا 3 4 5 سنين، القرار الذي اتخذ سنة 19 باستكمال الدوري. وانا كنت المعارض الاول لهذا الكلام، وكان فيه مشادة كبيرة جدا بينه وبين الأخ العزيز سيف زاهر، وهو يعلم ذلك. وأنا هاجمت بشكل قوي جدا من اتخذ قرار استكمال الدوري، وقلت بالحرف الواحد إن هذا القرار سيضر بالكرة المصرية لمدة 4 5 مواسم قادمة. فأنا كان مقترحي إن أنا ألغي الدوري وابدأ في شهر 6 7 زي بقية العالم كله، عشان يبقى في انتظام في المسابقة، ويبقى في فترات راحة اللاعب بياخدها، في فترات اعداد المدرب بياخدها عشان يعد التيم بتاعه بشكل ايجابي وبشكل جيد، يبقى اللاعب خد راحته ما تحرقش، وفي نفس الوقت يبقى عندي الوقت ان انا اعد الاعداد الجيد للموسم التالي. صح. لكن للأسف كان قرار عشوائي، وانا بقول لك كان قرار عشوائي اضر بالكره المصريه بشكل غير عادي. صح. وانا بقول دوري يعني دوري،
دوري يعني دوري من دورين دوري من دورين. وانا لو انا حسبت الاسابيع لو دوري من دورين او دوري من دور واحد وخدت 10 فرق وتمن فرق والكلام ده هيفرق اسبوع او اتنين مش اكتر من كده. لو عملوا اللي هو النظام البلجيكي اللي قالوه ده ايوه مش هيفرق اسبوعين عشان تبقى عارف هيفرق اسبوعين. في حين ان انا ضروري امشي تبع الاجنده الدوليه ان انا وتبع زي الدوريات اللي بتتلعب على مستوى العالم كله ان انا بلعب الدوري وفي نص الموسم العب البطوله الثانيه اللي انا مشترك فيها في نص الموسم واخد في نص الاسبوع زي ما كل الدوريات اللي في العالم شغاله سبت وحد مثلا بيلعبوا وبعدين 3 و4 بيلعبوا في اوروبا عادي جدا. ده لحظتك ليه انا ما بقاش كده وابقى مجبر الانديه انها تعمل كده وما فيش تاجيلات وما فيش فترات كبيره. لا عايز تسافر في ناس كل الفرق اللي بتلعب بطولات افريقيا بتسافر بطيران خاص ماشي العب وارجع في نفس اليوم صح واخد بال حضرتك ازاي. لكن عشان اغير شكل المسابقه يبقى مش هيبقى فيه تكافؤ فرص وده بيضر بفرق كتيره جدا جدا. عدم تكافؤ الفرص هيضر بفرق كتيره جدا ما عندهاش القدرات وما عندهاش الامكانيات اللي هي تدعم نفسها بشكل قوي. انا ممكن ابقى ماشي بشكل مش جيد في الدور الاول لكن ممكن اعوض في الدور الثاني ماشي واخد بال حضرتك. فضروري يبقى فيه تكافؤ فرص. دوري يعني تكافؤ فرص. دوري يعني ألزم الأندية بالغصب إنها تلعب في نص الموسم البطولات المختلفة غير الدوري المحلي وغير الكاس. يعني حضرتك شايف إنه اعتراض الأندية جاي من النقطة دي إنه شايفين إنه الاقتراح الجديد ده ما فيهوش عدل. بالظبط كده. وبعدين الاقتراح الجديد مش هيوفر أكتر من أسبوعين يا كابتن. أنا بلعب 34 أسبوع في الدوري العادي. كده كابتن صح. طيب انا لو لعبت دوري وخدت العشر فرق لعبت ماتشات لعبت ال 18 هلعب 17 ماتش مش كده ماشي كل فرقه تلعب 17 17 ماتش ماشي هاخد 10 فرق هلعبهم ينافسوا تحت و8 ينافسوا فوق بالظبط كده. هيفرق ايه بقى؟ 3 4 اسابيع هذا كلام مش منطقي يعني. فحضرتك شايف انه طب دي تتحل ازاي؟ يعني ايه الحل دلوقتي اللي يرضي جميع الاطراف انك تعمل مسابقه تخلص وتبتدي في مواعيد زي بقيه العالم لكن في نفس الوقت يبقى طبعاً. يبقى فيها عدل تعملها ازاي؟ طبعا ما انا بقول لحضرتك يعني انا التاجيلات الغي التاجيلات يبقى انا بلعب في نص الاسبوع بلعب الماتشات الدوري بتاعتي عادي جدا وفي نص الاسبوع العب المسابقه بتاعتي اذا كانت افريقيا ولا كاس عالم ولا اي حاجه أوكي. ما اجلش وارجع في طيران خاص بتاخد الطياره بتروح بتقعد يوم بتلعب ترجع تاني يوم وخبرك تلعب الدوري بتاعك في ميعاده. ده كل العالم ماشي كده. طب الـ احنا البلد الوحيده تقريبا او الدوري الوحيد اللي بسمع فيه كلمه الاجهاد واللعيبه ما تقدرش تلعب ده هل من واقع خبره حضرتك شايف انه ده كلام فارغ؟ يعني فكره انه كلام فارغ طبعا وده عيب في المدربين عيب في الاعداد عيب في تعود اللاعب على هذا الجهد وعلى هذه وعلى هذا الحمل التدريبي عيب في الانديه مش عيب في حد تاني. اوكي امال اوروبا بتعمل ايه؟ مش عارف والله ما ده اللي بستغرب له. طب ما هم بيعملوا كده كل سنه عادي. يبقى العيب في الاجهزه الفنيه على طول كده انما بتجهزش بشكل كويس. اوكي ماشي. ما بتجهزش بشكل علمي محترف ما بتجهزش بالشكل ده بس. فلا يعني ما فيش عيب في المسابقه او في شكل المسابقه لا العيب في الاعداد العيب في التجهيز بس تجهيز اللاعب وعود اللاعب بتاعك على كده. ضروري تعود اللاعب بتاعك على كده. صح جدا صح جدا. وبعدين في اسلوب تدريب يخلي في تكيف على هذا الشكل. في دورات حمل تدريبيه بتخلي اللاعب يتكيف على هذا الشكل بلعب يوم السبت والعب الثلاث او الاربع. فهو بحط دوره حمل مظبوطه ان انا العب ماتشين في الاسبوع سهل جدا 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 لو احنا بس بنستخدم العلم في شغلنا وفي تدريبنا وفي اسلوب التعامل مع اللاعب المصري.
كابتن حلمي كالعادة بستمتع بكلام حضرتك، ويعني هستنى حضرتك بقى إن شاء الله نعمل حلقة مع بعض. تحت أمرك والله حبيبي تحت كابتن حلمي، أشكرك جدا جدا جدا، نورتني نورتني كابتن حلمي، أشكرك شكرا جزيلا. اتفضل حبيبي، اتفضل.